تفضلي. شكرا جزيلا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. إذن هذا اليوم التكويني حول آليات الترويج الإعلامي لمختلف التخصصات المتعلقة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، جاء هذا اليوم بهدف توسيع نطاق التكوين والتعليم المهنيين من أجل الترويج أكثر، أو كيف يمكننا الترويج من الجانب الإعلامي لمثل هذه القطاعات. كانت مداخلتي حول دور الاتصال المؤسساتي في الترويج لقطاع التعليم والتكوين المهنيين، حيث تطرقت إلى مجموعة من العناصر المتمثلة بداية في أنه نتحدث عن الاتصال المؤسساتي، ما هو الاتصال المؤسساتي، كيف نستخدم هذا النوع من أنواع الاتصال، كذلك أنه الأهمية التي تكمن ضمن هذا المجال فوائد الاتصال المؤسساتي إلى غير ذلك. تطرقت كذلك باعتبار أنه نحن نتحدث الآن عن عالم الرقمنة، عالم التكنولوجيا، تطرقنا إلى الحديث عن مجموع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي بالإمكان أن نستخدمها من أجل الترويج الأمثل لهذا القطاع، باعتبار أنه حاليا نحن نتحدث عن عالم منفتح، نتحدث عن تكنولوجيا واسعة النطاق، ومن الضروري أنه نستغل هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. لماذا؟ لأنها تساعدنا بشكل كبير جدا، حتى أنه تطبيقات الذكاء الاصطناعي هناك الكثير منها التي بالإمكان أن تساعد القائم بالاتصال ضمن قطاع التكوين والتعليم المهنيين حتى يتمكن من الترويج الإعلامي بشكل فعال، ومن أجل أيضا بناء خطط استراتيجية خاصة بالترويج لهذا القطاع. كذلك تطرقت إلى عنصر مهم وهو التخطيط الاستراتيجي التشغيلي. ولماذا هنا تحدثت عن التشغيلي؟ لأننا نتكلم عن مجموع من الخطط قصيرة المدى التي نهدف من خلالها إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة المدى، يعني نحن هنا نتحدث عن خطط أو أهداف تشغيلية، أهداف تنفيذية نصل من خلالها إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو الترويج لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. اختتمت المداخلة فيما بعد ب اقتراح استراتيجيات ترويجية لهذا القطاع في مختلف المساعي التي تعمل عليها الدولة. لماذا؟ لأنه حتى لما نتحدث عن المقاولاتية وريادة الأعمال وهو التوجه الدولة بأكملها، قطاع التكوين والتعليم المهنيين من بين القطاعات التي من الضروري أنه يتم نشر الفكر المقاولاتي فيها. لماذا؟ لأنه هنا هي أساس أو هي اليد التشغيلية، بإمكان أنه من خلال التخصصات التي تم عرضها سابقا نلاحظ أنه مختلف التخصصات بالإمكان إنشاء فيها مؤسسات ناشئة أو حتى مؤسسات مصغرة.